أهلا بيكم. لو عاوز تشتري سيارة جديدة أو مستعملة، ربع نقل أو ملاكي، يبقى أنت في المكان الصحيح، لأن قناة عربيات بتقدم أكبر خدمة لبيع وشراء السيارات على الإنترنت. كل اللي عليك إنك تفعل زر الجرس وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم إخواننا الكرام. يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة إن شاء الله، مع حضراتكم هاني فرج من قناة عربية. قبل ما نتكلم عن العربية اللي معانا النهاردة، لو حضرتك عندك عربية وعايز تبيعها من خلال القناة، كل اللي عليك هتتواصل معانا على رقم الواتساب الخاص بالقناة اللي هو 041-30-3591. ابعت لنا فيديو للعربية وكمان صور للعربية وجميع مواصفات العربية، وإن شاء الله هيتم عرض العربية على القناة، وربنا ييسر لكم الحال إن شاء الله ويتم بيع العربية من خلال القناة. وعلى فكرة الحمد لله، بفضل الله طبعا أولا وأخيرا، ناس كتير جدا اتباعت عربياتهم من خلال القناة. النهاردة إن شاء الله جبت لحضراتكم عربية فورد ربع نقل. على فكرة بصراحة ما عرفش الموديل بتاعها، لأن صاحب العربية ما ذكرش الموديل، ولكن العربية لأن سعرها رخيص وكمان حالتها زي ما بتشوفوا في الصور حالتها كويسة، فقلت لازم أعرضها على القناة، ولما حضرتك تتواصل مع صاحب العربية هيقول لك على كل التفاصيل اللي حضرتك عايزها. يلا بينا على بركة الله نقول لحضراتكم على بعض المواصفات الخاصة بالعربية، وكمان سعر العربية، وكمان طرق التواصل مع صاحب العربية. العربية بحالة ممتازة، العربية فيها مكنة بنزين تويوتا استيراد، العربية فيها طقم جنوط سبور بكاوتش جديد، العربية حالتها ممتازة، العربية فيها رخصة سري. هنقول لحضراتكم دلوقتي على سعر عربية فورد ربع نقل. موديل العربية، سعر العربية 85,000 جنيه. سعر العربية 85,000 جنيه. للتواصل مع صاحب العربية هيكون على رقم 0-100-317-5819. للتواصل مع صاحب العربية هيكون على رقم 0-100-317-5819. ده كان موضوعنا النهاردة. استنونا في عربيات جديدة وأخبار جديدة على قناتكم على اليوتيوب، قناة عربيات. لو عجب حضرتك الفيديو واستفدت منه، ما تبخلش علينا بلايك، وكمان تفعل زر الجرس علشان يجي لحضرتك كل الفيديوهات اللي بننزلها على القناة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.